مشاهدينا أهلا بكم، همزة وصل جديدة دوما ما نبدأ بها مساحة للحوار بيننا وبينكم، وكالعادة نبدأ بالشائعة. شائعة اليوم تخص معرض الكتاب في دورته 51، وهي تخص أسعار الكتب التي يقال أو أشيع أنها ارتفعت بنسبة كبيرة تصل إلى 40% في عام 2020. وزارة الثقافة المصرية نفت ذلك تماما وأوضحت أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض قامت بتخفيض أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح منخفض، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة. معنا في هذا حول هذا الخبر الأستاذ أحمد بهيدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ونائب رئيس معارض الكتاب. دكتور أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. وواضح أنك في المعرض فعلا. بالفعل أنا موجود في صالة العرض الرئيسية في المعرض أمام الناحية المصرية للعامة للكتاب، ورائي كما تشاهد نائب وزارة الكتابة المصرية. هذه المرة أنا طبعا استمعت لحضرتك وشاكر جدا على الاهتمام برد هذه الإشاعات، وخصوصا أن معرض الكتاب هو الذي يمتلك الريادة عربيا على مستوى سوق النشر وسوق الكتاب. ما يخص أسعار الكتب، معرض الكتاب بتشارك فيه 900 دار نشر بالإضافة للتوكيلات، وكلها تقدم خدمات مناسبة للجمهور. هذا بالنسبة لدور النشر الخاصة. أما بالنسبة لدور النشر الحكومية فالأسعار فيها الكتب تقدم بسعر التكلفة. والحقيقة أنا ممكن أقول مجموعة عناوين بتبدأ سعرها من جنيه إلى وحضرتك يعني في تصاعد. نعم. يعني مثلا في إصدارات سنة 2019 و2020 سعر النسخ فيها بيصل ب 3 جنيه و5 جنيه، زي سلسلة تنويرية رؤية اللي بتعالج تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء والشباب، وكذلك سلسلة ماء المعرفية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب. دي سعرها بيتراوح من 3 ل 5 جنيه، موسوعة جمال حمدان شخصيات مصر 4 مجلدات كبيرة سعرها مجتمعة 140 جنيه وهي طباعة فاخرة. هذا بالنسبة للنشر الحكومي الذي يقدم الكتاب بأقل من سعر التكلفة أو سعر التكلفة، ورغم ذلك هناك خصومات عليه. جمال حمدان يا فندم إصدار إيه؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة. عظيم جدا، عظيم. ايه الاصدارات عليها اقبال شديد جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان كل مجموعه بننزلها في اليوم بتنفذ. عظيم، وبتمنى انا بتمنى ان انتوا تواصلوا طوال ايام المعرض انها تكون موجوده. ايه تاني؟ بالفعل موجوده يوميا وبينزل بنا عدد نسخ كافي جدا، وهذه النسخ بتنفذ يوميا. عظيم. وانا عايز اسمع هناك الكثير من النسخ المتعلقه بالتاريخ والمتعلقه بالثقافه الرقميه والمتعلقه بالتاريخ الحديث والمتعلقة بالأدب والإبداع، كل هذه تقدم بأسعار مناسبة للغاية وفي متناول القارئ المصري. نعم نعم. وأسعار المبيعات بتدل على ذلك. نعم. دكتور أحمد، ماذا عن الأنشطة الأخرى تقع كل عام ضمن فعاليات المعرض؟ المعرض بيقدم زاد ثقافي وفير على مستوى الندوات الفكرية وعلى مستوى اللقاءات مع المبدعين والكتاب ورموز العلم والمعرفة. بدأنا في اليوم الأول بلقاء فكري للمهندس العالمي هاني عازر، وكان لقاء مفتوحا مع جمهور المعرض. أمس تم إعلان تدشين سلسلة رؤية مع وزارة الأوقاف بحضور معالي وزير الأوقاف. هذه السلسلة التنويرية التي تتم بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالإضافة إلى ندوات فكرية حضرها في اليوم الأول أيضا العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس. هناك العديد من اللقاءات مع الشعراء والكتاب والروائيين، بالإضافة إلى مسرح حديث وجاءت تعرض عليه مسرحيات وعروض فنية، بالإضافة إلى برنامج قوي للسنغال وهي ضيف الشرف. وهناك اهتمام بالثقافة الأفريقية هذا العام، لأن المعرض هذا العام يحمل شعار مصر أفريقيا ثقافة التنوع. هناك أيضا قاعة كبيرة للسينما، العروض الفنية في الشارع تقدمها الموسيقى العسكرية، هناك التفاعل الثقافي بكافة دكتور أحمد حضرتك كافة فروع الثقافة المصرية. نعم. دكتور أحمد ذكرت وجود قاعة كبيرة للسينما، إيه طبيعة العروض اللي بتقدمها هذه القاعة؟
هذه عروض سينمائية لأفلام مصرية وثائقية وأفلام مصرية حديثة، إضافة أيضا إلى لقاءات مع أبرز الفنانين المصريين والمخرجين السينمائيين المصريين للتفاعل مع جمهور المعرض. عظيم جدا. دكتور هيثم الحاج علي ذكر أن هناك أبليكيشن، تطبيق يتاح لرواد المعرض لإمكانية تحديد مكان دار النشر الكتاب موقعه بحيث يسهل عليه. هل الأبليكيشن أو التطبيق أصبح قيد التفعيل وفعلا يستخدم؟ كيف ترون نتيجته بالنسبة للمعرض؟ بالفعل جديد هذا العام كثير، ومنه التطبيق الإلكتروني الخاص بالمعرض. بالأمس خلال 5 ساعات فقط تم تحميل هذا التطبيق حوالي 50,000 تحميل، وهذا كان رقما كبيرا بالنسبة لتطبيق على الاي او اس والاندرويد. هذا التطبيق يساعد زوار المعرض على العثور على الكتاب وسعره ودار النشر وأماكنها، مع لأنه يوفر الكثير على زائر المعرض. نعم. مجهود وانتقال بين الصالات، وهذا أيضا يتزامن مع تخفيف وتيسير حركة الولوج بين الصالات. نعم. دكتور أحمد، إيه الكتاب اللي أنت حرصت أن أنت يكون من ضمن مقتنياتك من معرض الكتاب هذا العام؟ بالنسبة لي عدد شراء شخصية مصر والقاهرة التاريخية للدكتور أيمن سيد فؤاد. نعم نعم. أشكرك دكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ونائب رئيس معرض الكتاب، أشكرك على المداخلة والتوضيح، وأتمنى لكم أيام مليئة بالحركة والنشاط في إطار دورة معرض الكتاب 51. دعونا نعود إلى موضوع حلقة اليوم اللي نبدأه وهو حول احتفال مصر بأعياد الشرطة المصرية. كيف يكون عيد الشرطة مناسبة للتكاتف الاجتماعي؟ مصر تحتفل اليوم بذكرى عيد الشرطة 68، حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين خلدوا أسمائهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر. أما السؤال حلقة اليوم في نفس الإطار وهو كيف يكون عيد الشرطة مناسبة للتكاتف المجتمعي في مواجهة الإرهاب؟ كيف يكون عيد الشرطة مناسبة للتكاتف المجتمعي في مواجهة الإرهاب؟ سنلقي الكثير من الضوء على العديد من النقاط من خلال موضوع هذه الحلقة. بالطبع كونوا معنا بآرائكم بتعليقاتكم المختلفة من خلال همزة وصل إي جي وطرق التواصل تعرفونها. همزة وصل إي جي طرق التواصل مختلفة متعددة، أكثرها على صفحتنا عبر فيسبوك. نحن في انتظار آرائكم بعد هذا التقرير المبسط. نعود إليكم من جديد للمزيد من الحوار والعرض. جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية من أجل مواجهة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب، وقد نجحت الدولة المصرية على أيدي أبنائها البواسل من رجال الجيش والشرطة في دحر فلول الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية فاعلة للتنظيمات الإرهابية من خلال خطط أمنية محكمة، وهو ما يظهر جليا في أداء قوات مكافحة الإرهاب وقدراتهم الخاصة وبطولاتهم العظيمة في القضاء على العناصر الإرهابية والاستشهاد في سبيل الله والوطن. وخلال الاحتفال بعيد الشرطة 68 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عيد الشرطة ليس مقصورا على رجالها فحسب، وإنما هو عيد لكل المصريين. السيدات والسادة أعضاء هيئة الشرطة، إنما تخوضونه من حرب شرسة بالتعاون مع أقرانكم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزاز مني ومن جميع أفراد شعبنا العظيم. فالمهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أماناتها إلا رجال أشداء يدركون جيدا قيمة الانتماء الوطني، فأنتم أبناؤه الأوفياء. كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد أكد استقرار الوضع الأمني في مصر على الرغم من تضاعف مخاطر الإرهاب وتزايد شراسته على المستوى الإقليمي والعالمي. أهلا بكم من جديد. دعونا نتعرف على أهم الآراء التي سجلتموها حتى الآن. دعونا ننتقل لمحمد عبد الحكم. محمد، ما زال زيك؟
شكرا مجدة. بالفعل لدينا مجموعة كبيرة من التعليقات حول موضوع حلقتي اليوم، التعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع نبيل سليمان اللي بيقول: أيمن رمضان البداية ستكون معه، تحية إلى شرفاء الوطن، للجميع الذين يعملون على قدم وساق لحماية وأمن واستقرار الوطن وتكاتف جميع مواطني الدولة لمواجهة الإرهاب الغاشم الذي لا دين له ولا وطن، والشعب الآن أصبح أكثر وعيا للأحداث المحيطة محليا ودوليا، وأن جمهورية مصر العربية محظوظة إلى الأبد. مشارك آخر نبيل سليمان بيقول: لله الحمد تمت المصالحة الحقيقية، هم أبناؤنا وفلذات أجبادنا ويقومون على حمايتنا من الغدر والشهوة وسوء الخلق، وإن كان في الماضي قليل من السلبيات من بعضهم فليست الصورة قائمة. الأئمة في المساجد تحدثوا في خطبتهم بكل حب وتقدير ودعا لهم ودعاء لهم ولمصر الغالية. محمود بيقول: كل عام الشعب المصري العظيم أبناء الوطن المخلصين خير أجناد الأرض، وأبناء الشرطة الشرفاء المخلصين بخير وسلام، ومصرنا الحبيبة دائما في عمار. أيمن بيقول: رحم الله شهداء الوطن جميعا، فالشهادة في سبيل الله نصرة الوطن، والتحدي والتصدي للمعتدين وسام وتاج معلق على رؤوسهم. نرى الصمود في مواجهة الإرهاب من قبل رجال الشرطة والجيش والجهات الخاصة والمدنيين عن قرب وعن بعد، ومن واجبهم جميعا على قلب رجل واحد نضرب بيد من حديد حتى نقيد عليهم أو نقبض عليهم. السيد بيقول: كل عام والرجال الشرطة المصرية بألف خير وسعادة بمناسبة عيد الشرطة، سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة في مواجهتهم الإرهاب ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره وزرع جذور الفتنة بين المواطنين. فرجال الشرطة هم أبناء مصر المخلصين، لهم سجل مشرف في أوقات الحرب والسلام، قدموا من بينهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم. أكرم بيقول: إن تضحيات رجال الشرطة كانت ولا زالت تدل على بذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن، والفكر الأسود حصد كثير من أبناء الوطن وظهرة الشباب. شباب والتصدي يبدأ من المنزل بتعريف الأبناء خطر الفكر الهدام وغرس مبادئ الإسلام السمحة التي قال فيها المبعوث رحمة الله للعالمين. محمد التواب بيقول: نرى أهمية تضافر جهود المجتمع في مواجهة الإرهاب، تلاحم المجتمع والوطن للتصدي للفتنة والتخريب وإعادة الوعي، التوعية القومية ضد غسيل مخ وتجنيد أهل الشر والتشتت والبعد من نهضة الوطن، ورحمة ونور على شهداء الوطن من الأمن الذين ضحوا في سبيل الله لحماية الوطن لتحيا وتعيش مصر. إذن يعني تحية تقدير لكل شهداء الشرطة، وتحية أيضا تقدير لكل رجال الشرطة الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن. أعود الآن إلى زميلتي مجدة لكي تستكمل الحلقة. إليك مجدة. شكرا محمد، سأعود لك من جديد بالتأكيد، لكن دعونا الآن نبدأ عملية الاتصال الهاتفي مع المتخصصين معنا عبر الهاتف. الدكتورة إيمان عبد الله، أستاذ علم الاجتماع. أهلا بك دكتورة إيمان. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، أهلا بك. دكتورة إيمان، المناسبات على اختلافها والأعياد وخاصة الوطني منها مناسبة للتأكيد على قيم الانتماء لدى الشعب بشكل عام، كيف ترين الأمر هذه المرة في عيد الشرطة المصرية وفي فكرة التأكيد على قيم الانتماء والمواطنة؟ أولا كل عام والشرطة المصرية بخير، وتحية إجلال ووفاء لكل الشهداء، لكل شهدائنا العظماء رحمة الله عليهم. ويعني هذه المناسبة العظيمة وهو عيد الشرطة، نرجو أن يزيد الانتماء في هذا اليوم، ونبث روح المواطنة في أطفالنا وروح المقاومة الفكرية والمقاومة الشعبية. أنا دايما عندي فكرة بأن أبناء الوطن هم اليد الأولى والأقوى في الدفاع عن وطنهم بأنفسهم. يعني إن كان هناك مقاومة شعبية في زمن ما، فهناك الآن مقاومة شعبية وفكرية من أبناء الوطن نزرعها ونبثها في أطفالنا في الصغر وفي شبابنا، بملء عقولهم بإيجابياتهم بالإيجابيات. وفي اليوم ده نرفع شعار خدمة وطننا والتضحية من أجله. وعندنا المثل الأمثلة العديدة لهذا اليوم من عرض دم الشهداء اللي ضحوا بحياتهم وبأسرهم وبأولادهم عشان تراب هذه البلد العريقة التي تستحق فعلا أن احنا نحميها بدمائنا.
فلابد ان احنا الشعب النهارده يبقى عايش فرحه الشرفاء، منهم من عاش يدافع عن وطنهم ومنهم من ضحى بحياته لهم. المفروض ان المواطنين كلهم بجميع اعمارهم نحيي ونبث روح المواطنه في هذا اليوم بان احنا نرفع شعار تحيا مصر وتحيا القائد العظيم ليها عبد الفتاح السيسي. وده المفروض ان احنا نعلمه. ايه طبيعه بالظبط دي النقطه اللي عايزه اتوقف عندها دكتوره ايمان، وهي ايه هي طبيعه العمليه التعليميه هنا او عمليه التعليم اللي من المفترض انها تمارس بشكل جديد مختلف في عمليه تخليد الصوره الذهنيه لمن قاموا بالتضحيه في مختلف المناسبات المختلفه الوطنيه في عمر هذا الوطن. كيف ترين الامر من منظور علم الاجتماع بصوره جديده وليس بالاساليب الطبيعيه المتبعه، لان ده جيل مختلف شويه. تمام. احنا جيل طبعا جيل الالكتروني، جيل الانترنت. فلو كل لو عملنا كده زي مثلا صور بتتعرض للشهداء وابناء الشهداء، اما انا اكون طفل في مدرسه صغير وما عنديش اب وام، او اب توفى او استشهد، الام تبث في ارواح اولادها انه ده ابوه شهيد ضحى بالبلد، ضحى بنفسه عشان بلده. المناهج الدراسيه، الاعلام زي ما حضرتك شايفه، الادوار دي كلها احنا بنقدم نماذج حيه بالفعل. وده اللي عمله الرئيس في المؤتمرات، انه كان بيجيب ابناء الشهداء ويكرمهم وواقفين ابطال. فهنا لما اشوف طفل واقف بطل بيكمل دور ابوه البطل، انا كطفل زيه هيبقى بالنسبه لي ده اكزامبل، نموذج موديل. ان انا عايز ابقى زي ده فعلا، انا مش هاممني وفاه لكن هاممني ان انا ابقى بطل فعلا وبدافع وبعيش بشرف. الشباب ان هم يعيشوا الحاجات دي ونوريهم الحاجات دي في ميديا، يعني زي ما في السوشيال ميديا منتشره، نوري ان ده انتصر في في في, في الموقف ده وده دافع عن الارهاب في الموقف دي بصوره فيديوهات صغيره مبسطه تعرض على الحاجات دي كلها. عندنا الحاجات اللي هي زي المتاحف، يعني مش لفظ متاحف بمعنى متاحف، بس في حاجات للشرطه معموله للحاجات دي، ان هو بيشوفوا الاسلحه وبيشوفوا المعارك اللي اتعملت. ده بالتاكيد. نعم دكتوره ايمان، هطلب منك ان تبقي معنا عبر الهاتف. سينضم الى هذا الحوار الدكتور مصطفى امين الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه عبر تقنيه ماسنجر. اهلا بك يا دكتور مصطفى. ازيك استاذ المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وبخير. دكتور مصطفى، عبر السنوات الماضيه تم بذل الكثير من الجهود في عمليه مكافحه الارهاب والفكر المتطرف، كيف ترى الحرب على الإرهاب إلى أين مضت وذهبت فكريا وعمليا حتى الآن؟ وفي الحقيقة مناقشة ظاهرة الإرهاب ومكافحة التطرف بشكل عام يحتاج منا أن احنا ننظر لها من زاويتين، الزاوية الأولى المعالجة الأمنية والعسكرية. وأعتقد القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية اللي بنحتفل بعيدها النهاردة استطاعت أنها تحقق إنجازات كبيرة في هذا الأمر. احنا قضينا يعني بنسبة كبيرة للغاية تتجاوز 90% على معظم المجموعات الإرهابية اللي خرجت على المصريين بعد 30 يونيو وأفرزها اعتصامي ربعة والنهضة. كان عندنا تقاطعات كثيرة في هذه الجماعات، سواء عناصر من جماعات إخوان المسلمين أو من السلفية الجهادية أو من العناصر الهجينة ما بين السلفية الجهادية وما بين جماعات إخوان المسلمين. وهذه الجماعات ارتكبت جرائم كبيرة جدا في حق المجتمع طوال السنوات الماضيه، لكن جهود رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه استطاعت انها تقضي على هذه الجماعات بشكل شبه كامل وتحقق انجاز كبير في هذا الامر. لكن يبقى الهدف الاساسي وتبقى الغايه الاساسيه وهي القضاء على التطرف والعنف بشكل عام. هذا الامر بيحتاج منا العدد من الامور الاساسيه ياتي على راسها وجود مشروع قومي لمواجهه الارهاب والتطرف. المشروع القومي ده يجب أن تتضافر فيه كل جهود الدولة بكل مؤسساتها، سواء المؤسسة الأمنية أو المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الدينية أو المؤسسة الثقافية أو المؤسسات الاجتماعية، مؤسسات العمل المدني، وأيضا المؤسسات التعليمية وغيرها. ده المشروع ده محتاج منا إن احنا ننشر من خلاله ثقافة التسامح، قبول الآخر، نبذ العنف والتطرف. ودي كلها أمور أعتقد يعني على المدى الطويل من الممكن تحقيقها، ولكن في إطار استراتيجية واضحة ومحددة من قبل الدول المصرية ومؤسسات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية. نعم. على المستوى الفكري، هل بترى أن حجم المنجز الفكري كبير حتى الآن في عملية التغيير الفكري أو توجيه الفكري أو إعادة التفكير في الكثير من النقاط التي كانت تتبناها مثل هذه الجماعات والكثير من الشباب؟
وفي الحقيقه هناك جهود بتبذل في هذا السياق، في جهود كبيره بتبذل، في جهود من الدوله على المستوى الثقافي والفكري بتحاول ان تواجه بها ظاهرة العنف والارهاب، لكن لا زال المأمول طبعا والغايه النهائيه في هذا الامر غير كامله مع الاسف الشديد. بالاضافه ان هناك عدم وضوح في هذا الامر، يعني عندما تضع الدوله استراتيجيه محدده في هذا الموضوع اعتقد هيكون في الزام للمؤسسات ان تقوم بعمليه تنسيق ما بين جهودها، اعتقد هيكون في جهد من مؤسسات المجتمع المدني في وضع موازنات ماليه لتقديم ورش عمل ودورات تدريبيه وغيرها والوصول الى المناطق النائيه والمناطق الغير متوفر فيها عناصر مواجهه الافكار المتطرفه. احنا شايفين دايما ان مصر بتواجه الارهاب والعنف بشكل عام، او الارهاب والعنف بيتواجد بشكل عام في المناطق الهامشيه، يعني مثلا في مناطق سيناء، في مناطق الصحاري الموجوده في مصر، وبيقل بشكل ملحوظ داخل الكتل العمرانيه الكبيره او المناطق العمرانيه الكبيره اللي بيكون فيها كثافه سكانيه بتستطيع انها تواجه العمل الارهابي، او بتكون عندها نوع من انواع الحصانه ضد العمل الارهابي، وبالتالي المواجهه الفكريه اعتقد محتاجين نكمل مشوار، محتاجين جهود اكبر في هذا الامر، محتاجين تفاعل حقيقي بين المؤسسات. اولى خطوات المواجهه الفكريه من وجهه نظرك يا دكتور ايه؟ يعني اولى الخطوات المستحبه او اللي بتراها واجبه في هذه المرحله ايه بعد كل هذه الجهود التي بذلت؟ المواجهه الفكريه انا في تقديري يجب ان نعود الى الجذور. القواعد الاساسيه لعناصر التربيه في المجتمع بتبدا من المدرسه والمسجد ايضا، يعني هو المدرسه مهم جدا ان احنا ننشر فيها افكار متعلقه بالتسامح، قبول الاخر، مواجهه الافكار المتطرفه، تفكيك يعني الافكار المتعلقه بالجهاد والمتعلقه بالعنف ضد الاخر وغيره، دي كلها امور اعتقد محتاجه منا ان احنا نقوم بها من خلال قواعد. احنا مثلا لا زال حتى الان مش عندنا في المدارس ماده بتدرس التسامح او تتعاطى مع التسامح او قبول الاخر، يعني هي مقترحه الان، هي في قيد الدراسه الان. نعم تسهيلها في هذا الامر. نعم تفضل يا دكتور. الاخلاقيات الانسانيه يجب تسييدها في هذا الامر. يجب الطفل منذ نشاته صغيرا ان يتعلم التسامح، قبول الاخر، نبذ العنف، ويتعاطى حتى مع افكار متعلقه ب يعني عفى عليها الزمن، احنا بنتحدث دلوقتي عن افكار متعلقه بالجهاد، متعلقه بالسبي، متعلقه بامور اخرى عفى عليها الزمن، اصبحت من التاريخ وكانت تقرا ايضا في سياقها في هذا الوقت. يعني ما نستطيع نتحدث عن صيحات الجهاد ومواجهه الجهاد ضد الاخرين من افكار ابن تيميه وابن القيم، وكلهم اشخاص خلاص كان لهم ظروف وسياقات تاريخيه يجب، وده دور المؤسسه الدينيه في تقديري، ودور مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع المؤسسات الدينيه، يجب المؤسسات الدينيه انها تقوم بدور واضح في هذا الامر، هناك مجهود واضح وملحوظ من جانب المؤسسات الدينيه، الازهر بيقوم بدور واضح في هذا الموضوع، دار الافتاء بتقوم بدور واضح، لكن لا زال المأمول ايضا اكبر من ذلك. مواجهه نعم. الفكره في تقديري هي اكثر اهميه وخطوره من مواجهه العمل التنظيمي، يعني القضاء نعم. على العناصر الارهابيه اعتقد ده امر يعني واجهنا صعوبه واحتاج منا تعقيد كبير خلال الفتره الماضيه، لكن اعتقد القوات المسلحه المصريه وقوات الشرطه المصريه قادره على هذا. نعم استطاعت انهاء هذا الامر لحد كبير حتى الان. نعم أنا أشكرك دكتور مصطفى أمين الباحث في شؤون الجامعات المتطرفة، كنت معنا عبر تقنية ماسنجر، كما أشكر الضيفة الكريمة دكتورة إيمان عبد الله أستاذ علم الاجتماع على المداخلة. يعني كما اتضح من الحوار هناك جهود كبيرة تبذل في هذه المرحلة للوصول لمرحلة نهائية في القضاء على الإرهاب. مجتمعيا يفيدنا بشكل كبير تقوية قيم المواطنة من خلال ضرب النماذج إيجابية التي يحفل بها التاريخ المصري في هذا المضمار، وعمليا تفيد عملية المواجهة على الأرض كما تفيد عملية الإسكاء الثقافي لهذا المجتمع بشكل حقيقي في المحاربة كما ذكر دكتور مصطفى أمين الباحث في شؤون الجامعات المتطرفة. ربما تكون فعاليات معرض الكتاب على سبيل المثال واحدة من الفرص المناسبة التي تمارس فيها العملية الثقافية بصورة مفتوحة وحقيقية، وهي فرصة كما استعرضنا في
بداية الحلقة للحوار مع الشباب وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة. ربما اتساع مثل هذه اللقاءات هو مساحة حقيقية لهذا المجتمع للحوار وللفهم ولتغيير المفاهيم. دعونا نكمل الحلقة، دعونا ننتقل لآرائكم عبر التقرير التالي. تحالف الشعب مع الجيش مع القضاء مع الشرطة، ده يقضي على أي إرهاب. الشعب يحب بعضه، الشعب يتعاون مع بعضه، ده برضو زي ما قلت لحضرتك يقضي على أي إرهاب، على أي إرهاب في أي حتة. لازم الشعب يبقى مع الشرطة والجيش عشان بإيد واحدة ضد الإرهاب. طبعا الحمد لله رب العالمين إن العملية طبعا بقى يعني في شوية أمان عن الأول بكتير جدا جدا جدا، تمام، والشرطة شغالة. ده بيتم عن طريق حاجات كتير، يعني أول حاجة مثلا يكون فيه وعي عند الشعب المصري من ناحية الخطورة بتاعت الإرهاب، يعني من ناحية مثلا إن احنا عارفين إيه المشاكل اللي احنا ممكن تحصل لنا من وراء حاجة زي كده، إن احنا نقدر إن احنا نواجه برضو بالمعلومات بالتكاتف بحاجات كتير. كانت هذه نخبة من آراء المصريين في الشارع حول فكرة كيفية تحقيق اللحمة الوطنية أو التلحم الوطني بشكل حقيقي في مثل هذه المناسبات. دعونا نطرح المزيد من الأسئلة في هذا الإطار حول تغير التفكير والمواجهة على الأرض بشكل حقيقي من خلال ضيوفنا في هذه الفقرة. معنا عبر الهاتف دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، دكتورة رباب الششتاوي، خبير التنمية البشرية، أستاذ علي بكر، الخبير في شؤون التنظيمات المتطرفة. أرحب بالضيوف الكرام. بداية الحوار مع دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. دكتور أمان أهلا بك. دكتور أمان، دكتور، هل أنت معي؟ طيب، إلى أن يعود الاتصال مع دكتور أمان قحيف. دكتور أمان هل تسمعني؟ نعم، أهلا بك دكتور أمان. دكتور أمان، بأي قدر عبر السنوات العشر الماضية تغير التفكير في منظور الحركات الجهادية، في منظور الفكر الإرهابي، وتصححت المفاهيم؟ بأي قدر تلمس هذا من وجهة نظرك؟ والله هو في نقطة أساسية لابد يعني لنا أن نركز عليها وأن ندعمها بكل قوة. نعم، هناك نقطة أساسية لابد أن نركز عليها وندعمها بكل قوة. تفضل يا فندم. نعم، وهي هذه النقطة أن الإسلام الحنيف يعني شديد الوضوح وشديد الصراحة في إرهاب أو تخويف أي حد أو أن يتسبب أي فرد أو أي كائن أو أي مؤسسة في تخويف كائن أو إنسان أو مؤسسة أخرى بأي حال من الأحوال. نعم، الإسلام ضد هذا تماما، لأنه بالدرجة الأولى دين الحوار ودين الإقناع ودين الاقتناع. نعم، إن كان تم قضايا مختلفة عليها، المعالجة الشرعية لها الإسلامية هي الدخول في حوار فكري، حوار عقلاني باختصار. نعم، أما أن يميل البعض إلى معالجة القضايا عبر الإرهاب وعبر التدمير وعبر التخريب، فهذا يتعارض جوهريا مع كل ما يطرحه الدين الإسلامي. نعم دكتور أمان، هذا أمر متفق عليه من قبل من يتعاملون مع الدين بسماحة وسعة عقل نوعا ما، لكن هناك تفسيرات جانبها الصواب، لجأت إلى فتاوى جانبها الصواب أو خرجت عن السياق بمعنى آخر، فكانت النتيجة الكثير من الحركات المتطرفة. فهل أفلح الحوار عبر السنوات الماضية في تصحيح نسبة من هذه المفاهيم؟ هو ده، هذا هو البيت القصير. نعم، ان هذه الفصائل او هذه الجماعات او المجموعات اعتمدت على فتاوى نحن نعتبرها فتاوى شاذه في تراثنا. نعم، وفتاوى غير معمول بها حضرتك على الاطلاق، وهم اخذوها واعتبروا انها هي الاصل، ناسين او متناسين وجاهلين او متجاهلين، لان الدين الاسلامي هو بالاصل دين التسامح، وهو بالأصل جاء ليسعد الناس في حياتهم لا ليتسبب في تعكير صفو حياة الناس أو يتسبب في أن يعيش الناس حياة ملاها الخوف وملاها التردد وملاها القلق إلى آخره. فيما يتعلق بحوار من يتبنى فكرا إرهابيا أو محاورته،
يعني الدرجات التي ممكن أن تحصل عليها مع من يتبنى مثل هذا الفكر ضعيفة جدا. ليه؟ لأنه يعتبر نفسه هو الأصدق ويعتبر نفسه هو الأصوب ويعتبر نفسه هو من يمتلك الحقيقة. ومن يظن يا أستاذة أنه يمتلك الحقيقة فهو دائما حضرتك بتقصد أن طبيعة المراجعة الفكرية هنا صعبة بشكل كبير، لكن هناك مراجعات فكرية أفلحت في فترة ما، أليس كذلك؟ الحد كبير بيبقى فيه صعوبة جديدة جدا لأن النفس الإنسانية أو العقل الإنساني عندما بيتقول قولها معينة يعني أنت عارفة بيحتاج يعني تحول كبير عشان يتنازل عن بعض قناعاته التي اقتنع بها أي مكان تهزف قناعات صديقة. دعني أتوقف عند هذه النقطة لأنها شديدة الأهمية والخطورة في نفس الوقت، وأبحثها بشكل آخر مع الأستاذ علي بكر خبير شؤون التنظيمات المتطرفة، وأعود إليك دكتور أمان من جديد. أستاذ علي أنت معي؟ أهلا بحضرتك. أستاذ علي، بأي قدر بتجد أن المراجعات الفكرية للفكر المتطرف شديدة الصعوبة في عملية التطبيق والخروج بأصحاب الفكر المتطرف لرؤية جديدة مختلفة واضحة لطبيعة المجتمع وطبيعة الرؤية الإسلامية الحقة؟ بداية تحياتي لحضرتك ولمستمعيك الكرام والمشاهدين. يعني نجب أن نتأكد أولا أو نوقن أولا بأن عملية المراجعات في الوقت الحالي أصبحت تختلف كثيرا عن المراجعات التي شهدتها بعض الدول العربية بما فيها مصر إبان حقبة التسعينيات. نعم. فالآن قد حدثت تحولات فكرية كبيرة من الناحية الفكرية ومن الناحية التنظيمية، كما أصبحت أفكار التنظيمات الإرهابية تتجه إلى نحو البوصلة الأكثر تشددا. نعم. وهو ما يجعل الآن من عملية المراجعة أمر يعني ربما يكون أصعب مما كان عليه في الماضي، لكن هذا لا يمنع وجود إمكانية إجراء مراجعة حقيقية، لكن هذه المراجعة ترتكز قبل الدخول في تفصيلاتها تدخل على محور هام في غاية الأهمية، وهو أنه يجب على من يقوم بتلك المراجعات سواء كانوا قيادة أو أفرادا جماعات أو مجموعات أن يوقنوا لابد أن لا يعملوا بشكل جماعي، يعني لابد أن لا تكون إليهم جماعة تجمعهم حتى ولو حضرتك تقصد هنا فكرة الانتشار الفكري والتوسع فيه بحيث تبث بذور التغيير، هل ما فهمت صحيح؟ نعم تمام. وبالتالي من ثم يجب على من يقوم بالمراجعه يعلم انه سوف يكون مواطنا وان يعمل داخل هذه الدوله خاصه داخل مصر طبقا للدستور والقانون، بمعنى انه ليست هناك جماعات على اساس دينيه، ليست هناك احزاب على اساس دينيه، يجب ان يكون كل ما يقوم به من اعمال او مشاركه سياسيه وفقا للدستور والقانون. نعم. اما فيما يتعلق بمساله المراجعات بشكل عام وفقا لقواعد الدوله المدنيه، افهمك. نعم بالضبط. طبعا الدوله المدنيه، لانها لا يوجد لان اي تسامح او تساهل في مساله السماح بمجموعات دينيه تعمل بمتميزات فكريه وتنظيميه سوف يخلق منها بعد فتره مجموعات او ميليشيات متطرفه ثم مجموعات ارهابيه. نعم. وبالتالي يجب ان نقطع الطريق من بدايته. نعم. اذا استاذ علي بكر، انت ترى ان فكره الانطلاق من الدوله المدنيه واسلوبها في التعامل الثقافي والفكري هو منطلق الحوار في هذه فكره المراجعه. اشكرك استاذ علي بكر خبير شؤون التنظيمات المتطرفه. دعوني اطرح السؤال بشكل مختلف في هذا الجزء من الحوار مع دكتوره رباب الششتاوي خبير التنميه البشريه. دكتوره رباب اهلا بك. دكتورة رباب، دلوقتي أنا لو بطمح للتغيير الفكر لدى مجتمع وعايزة طرق جديدة نظرا لصعوبة ورسوخ بعض الأفكار في هذه المجتمعات أو في فئات من هذا المجتمع، الطرق الجديدة اللي ممكن أستعملها لتغيير الأفكار دلوقتي في كذا طريقة يعني بتستخدم في تغيير الفكر. كمان في عامل مهم، الوقت اللي بنغير في الفكر. نعم. يعني ان انا اضحض فكره بالليل اسهل كتير جدا من ان انا اضحضها بالنهار. ممكن ان انا ازرع افكار اسهل وازرع افكار ايجابيه. نعم. فانا ممكن ان انا اغير فكر الشباب، لان الفكر ما بيتعاملش الا بالفكر. نعم. ارتباط الفكر بالوجدان بيخلي الفكر اكثر اثر. نعم. وبيظهر تاثيره بسرعه، يعني انا مثلا لو عايزه اغير فكر وربطته بجانب انساني او جانب وجداني بحيث ان الشخص او الشاب يستشعر ان الارهاب عمله او ان المنظمات المتطرفه دي عملته، هيبقى تاثيره اكتر ما يبقى فكر بحث. نعم. ف
فهيظهر دوت في سلوكه. يعني احنا غالبا لما بنغير تصرفات فاحنا بنلعب ان احنا نغير الافكار ونغير المشاعر او الوجدان، وارتباطهم ببعض بيدي اثر كويس قوي في تغيير السلوك. نعم. إذا الربط هنا ما بين الأشياء الإيجابية مع تغيير التفكير هو المطلوب بمعنى أو بآخر. هل فهمتك بصورة صحيحة دكتورة رباب؟ طبعا. وبعدين مهم جدا توضيح المفاهيم، لأن في المغالطات كلها في المفاهيم. هم عندهم تداخل بين مفهوم الجهاد ومفهوم الفتح ومفهوم الغزو، يعني في تداخل في مفهوم اهل الكتاب ومفهوم الكفر ومفهوم الايمان ومفهوم الدين. يعني هو في قائمه طويله جدا تضم العديد من المفاهيم اللي ربما يمكن مش متداوله ما بيننا، لكن بيتعامل معها انصار هذا التفكير بشكل مختلف ووفقا لتفسيراتهم ليس وفقا لنص واضح. ايوه يعني حتى لا، المفاهيم المعروفه يعني تعريف المسلم عندهم غير المسلم العادي اللي هو من اسلم وجهه لله على اي ديانه. يعني المسلم من اسلم وجهه لله على اي ديانه، هم عندهم تعريف لا المسلم حاجة تانية، المؤمن برضو مفهوم غير. أنا يعني للمرة الثانية هنا يتضح أن الثقافة دور هام في هذا الأمر، سأجمل الأمر في نهاية الحديث، ولكن أشكرك أولا دكتورة رباب الششتاوي خبير التنمية البشرية. سؤالي الأخير لدكتورة دكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. دكتور أمان أنت معي، عدت لك من جديد. نعم. دكتور أمان، يعني أستاذ علي بكر أكد على فكرة صعوبة إجراء المراجعات الفكرية الآن، لأن الفكر المتطرف أصبح أكثر تشددا، أكثر ميلا لما يؤمن به وأكثر صعوبة في كل شيء. هل ترى الأمر من هذا المنظور أيضا من زاوية التفكير الإسلامي المعاصر، من زاوية التجدد؟ كيف ترى الأمر؟ شوفي حضرتك، هو العقل الإسلامي أو الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل سواء في القديم أو في الحديث أو في الماضي أو في الوقت المعاصر دائما يبحث عن الأبواب الرسمية والمداخل الشرعية لضبط حركية المجتمع، بحيث أن المجتمع يكون كل مكوناته في حالة من الحياة التي تقوم على التناسق والتي تقوم على الارتياح النفسي والروحي والمعنوي من كل مكونات المجتمع. نعم. يبقى إذا لو أنا عندي جماعة أو مؤسسة أو اتجاه فكري أو إلى آخره، تبنى فكرا شاذا، فكرا متشددا متطرفا، هيبقى من الصعب جدا أن تتعامل معهم. لذلك الروح الوسطية دائما تلفظ هذا. الشعب المصري على مدى تراثه يا أستاذة في القديم والحديث حتى قبل الإسلام، يعني دائما نؤكد على معنى معين. عندما جاء كهنة أخناتون وأرادوا أن يتاجروا في الدين، شوف حضرتك في مصر الفرعونية القديمة، لفظهم الشعب المصري، لفظ مجموعة كهنة أفلاطون، كهنة أمون دول، لأن الروح المصرية حضرتك بطبيعتها روح تميل إلى التسامح والاعتدال والوسطية. الناس عايزة تعيش حياتها بشكل بسيط وشكل سهل، إيمانا منا أن الله تعالى خلق الدنيا سهلة. فلا داعي لتعقيدها وخلق مشكلات فيها وخلق، يعني والله هي دي الحقيقة يا دكتور أمان، هو لا داعي لتعقيدها وإحداث مشكلات فيها لأنها أبسط من ذلك بكثير كما ذكرت سيادتك. أشكرك دكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، كما أشكر باقي ضيوفي الكرام. التفكير لا يرد إلا بالتفكير أيضا، والتيارات لا ترد إلا بتيارات فكرية معتدلة قادرة على التصويب بشكل صحيح مهما كانت صعوبة التمسك بالرأي. لم يتبقى لنا سوى سؤال حلقة الغد، والسؤال سوف يظهر الآن على الشاشة، يمكنكم التواصل. سيظهر السؤال: كيف تستفيد السياحة المصرية من الترويج الناجح لافتتاح المتحف المصري الكبير؟ كيف تستفيد السياحة المصرية من الترويج الناجح لافتتاح المتحف المصري الكبير؟ هذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب أن تتواصلوا معنا عبر فضاء الإنترنت وهمزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا، تسجيل آرائكم عبر الطرق المختلفة، وبالتأكيد صفحتنا عبر فيسبوك متاحة للتعليق. إلى أن نراكم، لكم منا كل التحية، شكرا لكم.